السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم من موقع عرفني دوت كوم. اليوم سوف أقدم لكم طريقة لفتح حساب في برنامج الآيتون. بالطبع هي لفتح حساب في برنامج الآيتونز هي مجانية، ولكن عند فتحها بالشكل العادي يتطلب منك إدخال بيانات البطاقة المصرفية لك، والكثير من الناس لا يتوفرون على بطاقة مصرفية. لهذا سوف أقوم بشرح الطريقة السهلة لإنشاء حساب مجاني كامل. نقوم بالدخول إلى برنامج الآيتونز، وأنتم تعرفون برنامج الآيتونز الغني عن التعريف. ثم نقوم بالذهاب إلى آيتون ستور. يجب التأكد أن الآيتونز أن تقوم باختيار البلد الأمريكي للآيتونز. سوف أقوم بتوضيحها لكم الآن. كما تلاحظون يجب اختيار أن تكون الأيقونة التالية على البلد الأمريكي. ثم نقوم بالضغط على أب ستور، ثم نقوم باختيار تحميل برنامج مجاني من توب 3 اب. سوف نقوم مثلا بالضغط على 3 تحميل، سوف يظهر لنا كالتالي. ثم نقوم بالضغط على كري ان ايديفينت ابل، يعني تسجيل حساب للايتونز. ثم نضغط على كونتينيو التالي، ثم نقوم بالضغط على اي هاف ريد الشروط، ثم نقوم بملء البيانات. كما تلاحظون الآن انتهينا من ملء البيانات. ثم نقوم بالضغط على نون كالتالي، ثم الضغط على كرييت. الآن تم تسجيل حساب كما تلاحظون. ثم نقوم بالضغط على أوكي. نقوم الآن بالدخول إلى الإيميل لتفقد رسالة التفعيل. نقوم بالضغط على الرسالة كما تلاحظون، ثم نقوم بتفعيل فيريفي نيو كما تلاحظون عن طريق الضغط على فيريفي نيو. كما تلاحظون تم تفعيل الحساب، ونقوم بالعودة إلى ستور. الحساب كما تلاحظون الآن وسوف أقوم بطريقة تثبيت البرامج على الآيباد وعلى الآيفون في درس آخر إن شاء الله. تحياتي لكم، كان معكم أمين موقع عرفني دوت كوم. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر البريدية للموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.